حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انتقد خبراء اقتصاديون القروض الحكومية للموظفين والمواطنين لأنها زادت من معاناة المستفيدين منها، وأرجع الخبراء سبب المعاناة إلى الفوائد الكبيرة المفروضة عليها، فضلا عن أن استحصالها يمر بالعديد من الإجراءات الروتينية المعقدة، كما أن تلك الأرباح لا تدخل خزينة الدولة. وقال الخبراء إن الفائدة السنوية التي تفرضها المصارف الحكومية تبدأ من 5 إلى 10% سنوياً، وهو ما يرهق المواطن ويفاقم معاناته ولا تحقق أي جدوى اقتصادية. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بشكل طفيف في بورصة بغداد فيما استقرت في كردستان العراق، وسجل الدولار الأمريكي في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 147,950 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجل الدولار في بورصة إربيل بكردستان العراق 148,100 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 148,000 دينار لكل 100 دولار، محققا بذلك استقرارا لليوم الثاني على التوالي. ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط والثقيل في افتتاح تعاملات الثلاثاء بأكثر من 2%، وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا دولارا و66 سنتا ليصل إلى 87 دولارا و47 سنتا للبرميل الواحد، كما ارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا دولارا و66 سنتا ليصل إلى 43 دولارا أو 83 دولارا و7 سنتات. وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بعد سلسلة انخفاضات الأسبوع الماضي مع شح المعروض يقابلها التخوف من الركود الاقتصادي العالمي وتباطؤ الطلب في أوروبا. أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في احتياطات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8,400,000 برميل على مدار الأسبوع الماضي، وبذلك أو يعد ذلك أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي منذ تشرين الأول من عام 1984. وقالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم إن إدارة بايدن تدرس الحاجة لمزيد من الإطلاقات من الاحتياطي البترولي بعد أن ينتهي البرنامج الحالي في تشرين الأول، وقد تحجم إدارة بايدن عن إطلاق المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد تشرين الأول إذا واصلت العقود الآجلة القياسية للنفط هبوطها. أعلن نائب رئيس مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية فلاديمير إيفين أن الولايات المتحدة انسحبت من قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين لروسيا، وقال إيفين إن التبادل التجاري مع أمريكا يصنف ضمن قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين وهي خارجها حالياً بعد انخفاض حجم التجارة مع الولايات المتحدة بمقدار نحو 65%. وأشار إيفين إلى أن الهند دخلت القائمة بعد زيادة حجم التبادل التجاري معها، مضيفا أن الهند تستورد بشكل حيوي منتجات قطاع الوقود والطاقة والصناعات الكيميائية من روسيا في مقابل زيادة صادرات الهند من المنتجات الصيدلانية والمواد الغذائية. وفي خبرنا الأخير، ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة مع قلق المستثمرين من شح المعروض قبل موسم الشتاء.
غدا، وارتفع خام برنت ليصل إلى 94 دولارا وخمسة سنتات للبرميل الواحد، بينما ارتفع خام غرب تكساس ليصل إلى 87 دولارا وخمسة وثمانين سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار النفط الخام على جانبي المحيط الأطلسي بأكثر من 15% هذا العام بسبب عدم اليقين الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، كما ارتفعت تكاليف الطاقة مع خفض موسكو إمدادات الغاز لأوروبا وسط عقوبات غربية فرضت بسبب غزوها لأوكرانيا. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.